السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم أجمع. سلام الله عليكم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله العظيم، فكرت 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 ومن بعد قلت سبحان ربي العظيم. علماء الأمة المسلمين يمنعون من الصلاة في السعودية في السجون والمعتقلات، يعذبون، يمنعون من الصلاة ويمنعون من الزيارات. في مصر أسوأ حالات، أسوأ حالات تصيب المسلمين وعلماء المسلمين، في السجون تعذيب، تقتيل، حكم بالإعدام، تهجير. في الجزائر تحت الإقامة الجبرية أو مطرودين ومنبوذين أو في السجون يقبعون، والمسلمين الباقية اللي برا ساكتين في لهو، يخوضون، يلعبوا، يتمسخروا، يتكلموا على الصح دقيقة ومن بعد يوليوا للتفاهات، يرجعوا للسفهات والتفاهات، يعكسوا في بعضهم ويحقروا في بعضهم ويضربوا في بعضهم وينموا في بعضهم ويحقدوا على بعضهم ويكرهوا بعضهم ويختابوا بعضهم. كي تهضر لهم في الصح يقول لك انت مهبول وانت مريض، ويطردوك من وسط الجماعة وما يهضروش معاك ويقول لك انت جاي تديرونجينا وانت جاي قلقنا، ونهضروكم في الصح لا لا، يقول لك كيف احنا قاعدين نقصروا وناسين، والله تناساوك هذاك الامر الجلل. ربي طردك من المساجد، غلق المساجد في وجوهكم، وغلق مكة في وجوهكم، وغلق المسجد النبوي في وجوهكم، لانكم انتم خلقتوا عليهم رحمة ربي. الائمة في المساجد ما كاش اللي يهضر عليهم، يقول هذا حرام منكر ان يمنع انسان من الصلاة، سواء في السعودية، سواء في مصر، سواء في السودان، سواء في دول عربية اخرى، سواء في الجزائر، يقبعون في السجون وتحت الإقامة الجبرية، وعلماء مش عارف المنابر يهضر لك على الوضوء ويتكلم معايا مش علاش. ربي يسد عليكم المساجد، لأنكم أنتم طردتوا عباد الله من المساجد، سكرتوا المساجد في وجه عباد الله. وش يدريك أن هذا الدعاء عالم يقبع في السجون؟ خرجت من قلبه قال لك يا ربي تظلمنا وتحقرنا، انصرنا. ربي قال لها لبيك عبدي لا أنصرنك، كيما غلقوا عليك الصلاة نغلق عليهم الصلاة، كيما خرجوك من المسجد وحرموك من صلاة الجماعة وصلاة الجمعة نحرمهم كامل، لأنهم مستهترين. أمة المستهترين، أمة المستهترين، الشعوب العربية أصبحت أمم مستهترة. تهضر معاها في الصح يقول لك واش راك قاعد تخرف علينا، راك توجعنا في رسولنا وهذه السياسة وخطيك منها. تتهضر له في الحقيقة تقول له راه واقع مر، باش ينوضوا يتحدوا كل باش يبدلوا هذا الواقع المر، لا، يقعدوا ينهشوا في لحوم بعضهم، فتنة، يضحكوا على بعضهم، يستضعفوا بعضهم، يحقروا بعض، يظلموا بعضهم، ياكلوا لحم بعضهم، يتعدوا على بعضهم. هذا فاش فرحوا ومن بعد يقول لك رانا نضحكوا نعقبوا في الوقت، كان ربي الوقت هذا نديروا باش تجي تعقبوا نتايا، تعقبوا بالسفاهات والتفاهات. لا حول ولا قوة الا بالله. وصل ظلم العباد لوين؟ تجار الفساد، تجار صغار ممكن يشروه على باليش، وصل الثوم ل 100,000 و 120,000، الجريوات 140,000، البطاطا مش عارف حتى لوين واصله، واحد قال لي 65,000، الله اعلم اذا صح ولا كذب، بصح قالوا لي 120,000. كيفاش؟ هذه مش راكم تاكلوا في لحوم بعضاكم يا تجار العار؟ انا ما نتكلمش على التجار كامل، كاين الناس اللي مسكين يشريها، يروح يشري يقولوا له ب 50,000 يعاود هو يبيعها ب 60,000، لكن الاصليين التجار الاصليين والله اللي راه قاعد يزيد يتاجر في لحوم الناس. واش الفرق بينك وبين هذاك البوليس اللي هز العصا ويضرب في الناس؟ انت ارخص منه، انت اذل منه. وقت المحن تتلم الامه الاسلاميه، وخاصه الناس اللي في قلوبهم رحمه، يتلموا يعاونوا بعضهم. هنا الحكومه صادره قرار، كاين قرار الاسعار ما تتحركش غير الحوان تاع المغاربه، بيسك هذوك ما مش هما يجيبوها امبورتي، قال لك غلات نغلو، لكن الحوان تاعهم هما هنا ما كانش اللي غلى ولا زاد السومه، ما كانش، ما كانش، بالعكس المطهرات رخصوها. قبل طلع فيديو شفتو 180,000 شكاره، هذاك اللي يصبوهم اللي يغسلو 180,000 يا مجرمين، 180,000، 180,000، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، فوق العشرة اورو. ولك هنا سومتو اورو و50 ويفرقوا فيه، ساعات كي تكثر المشاكل يوليو يفرقوا فيه باطل، يحطوه في الزنق يقول لك غسل يديك،
الحكومة اللي تدافع على شعبها وتنظف شعبها وتحب تحامي على صحة شعبها. 180,000 الجال اللي تغسل به يديك للتعقيم، 180,000 يا مجرمين. الكمامات من 2000 فرنك طلعوا 6000 و7000 ومش عارف وين واصلين، تمصوا في دم الشعب يا تجار العار. انتهازيين، انتهازي مصاص دماء. وش الفرق بينك وبين هذا النظام؟ نفس الشيء، هو فاسد وانت افسد منه. وش الفرق بينك وبين هذاك البوليسي اللي هاز العصا ويضرب في الناس؟ ان هو يضرب فيهم بالعصا وانت تجلد فيهم في جيوبهم، تدمر فيهم. الفقير يموت ما لا ما ياكل ما يشرب. الفقير درك يولي يصف التراب نورمال. بوخاوتي تاع الحراك ربي يحفظكم. شوف كل حي فيه ناس احرار، كل كارتي في مدينه فيه ناس احرار. عندكم طوموبيلات ولا عندكم تقدروا تجيبوا كاميونه تروحوا للمصدر تاع الثوم والمصدر تاع البطاطا والمصدر تاع الامور هذه، تلقاوها رخيصه جيبوا وبيعوها بسومه يعني تربحوا فيها. معليش تدي حق ليسونس وحق قهوتك، حق ليسونس وحق قهوتك. هكذا تقدروا تحاربوا هذ الاستغلاليين، الناس اللي يديروا الاستغلال تقدروا تحاربهم بهذه الطريقه. لان الحكومه ما راح دير والو، توعدوا قال لك نديروا والنار غير تشع. هما لا يوعدوا لا والو غير كذابين ومنافقين، كذابين ومنافقين لعنة الله عليهم. هم يكذبوا ويخرطوا غير الكذب 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 الكذب. الرئيس تاعهم اذا كان الرئيس كذاب، اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمته اهل البيت الرقص، شيء طبيعي هو كذاب. في الخطاب تاعو قال لك احنا متابعين فيروس كورونا من نهار ظهر فلاشين، من نهار ظهر. روحوا اسمعوا الخطاب، من نهار ظهر فلاشين وحنا متابعينه. سبحان الله، واش وجدت له؟ ما وجدش 400 سرير، ودرك طلعت قال لك 200 برك، واقوال تقول لك 150 برك. يعني ما يكفيش حتى الوزاره الله، مش وزاره للسفهاء. بون خاوتي الشباب، الله تاع الحراك راكم موجودين في كل المدن وفي كل القرى وفي كل الدشر. ديروا كاميونه كروها والله عمرهم فيها ليسونس، وروحوا لمصدر البضاعه، مصدر البضاعه سواء عند الفلاح سواء عند الخضار صاحب الارض، اشروا من ثم وودوا الحي تاعكم. كل اصحاب حي يروحوا يجيبوا الحي تاعهم ويبيعوا بسومه رخيصه. رحموا الفقير، الحكومه ما رحمتش الشعب، وتجار العار اللي يمصوا في دم الناس ما رحموش الشعب والو. ولا واحد رحم الشعب هذاك. الله لا يرحمكم وسيدي، اللي دار الحاجه كيماك الله لا يرحمه. الله لا يرحمكم، انتم افسد من الشرطه وافسد من الوزراء الفاسدين، افسد منهم، افسد منهم، اقسم بالله لا انتم افسد. انتم السرطان المتمشي في وسط الشعب، انتم الخماش تاع الشعب هذاك. مثلك مثل الذباب، كيف كيف سلعه واحده، زريعه واحده وخماج واحد. تتنقاو تتنقاو يا ولاد الكلاب. نهار تجي دوله القانون الاسعار تقنن نورمال، تزيد سومي يسكروك الحانوت. أما هنا يزيد السومة يدير الأسعار مع باش يجيو يقولوا كيف تزيد في السومة. عنده دائما المنافسة، ما كاش واحد يزيد. إذا زاد زاد حاجة خفيفة يقول لك هذه حنا جايبينها من الخارج، يزيد عليها 20 سنت والله حتى نص أورو 50 سنت يزيدها عليها، باسكو يقول لك حنا جايبينها من الخارج إمبورتي. بصح الدولة هي اللي مقنة هذاك الشيء. ما تخافوش ربي، ما تحشموا ما تسحوا، تمصوا في الشعب من كل جهة. البوليس يعقبوا بالعصا، والجدارم يعقبوا بالتخويف، ودي راس عقبهم بالخطيف، وهذا التجار الفاسدين اللي يمصوا لهم في الدم. الله لا يتربحكم وسيدي. والله انا ظني كورونا هذه نزلت ليكم انتوما، نزلت ليكم، او يروح معاكم شويه مسلمين، بصح معظم المجرمين يروحوا فيها. خلي يا ربي يمسحكم مسح نرتاحوا منكم. بالك ربي جابها كي يمسحكم باش تقوم امه جديده، دوله جديده وامه جديده فعلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. استغلال استغلال استغلال. البارح شفت ثاني واحد الفيديو تاع واحد الباخره جايه من اسبانيا، من الناس اللي كاين عباد ماهمش حكومه بصح ولكن الحكومه اشرف منهم، يعني ما فهمتش. منزلينهم باش يدوهم الحجر الصحي، قاعده تعيط واحده من وهران. سامحونا خاوتنا وهران ما هضروش على الاحرار. قالت لك لا لا ما تدونيش. واش اللي ما يدوكش انت؟ واش اللي ما تسي راسك انت ولا سي راسك انت برك اللي ما على باش؟ علاش ما يدوكش انت في اسبانيا يا المعفله يا اللي كنتي قاعده تعيطي؟ ها يا المعفنه في اسبانيا، لو كان الاسبان يقول لك قعدي في قربي شهر والله في خربه شهر باش ندخلوك اسبانيا، تقعدي شهرين، تقول لهم نتطوع نقعد شهرين. انت انا متاكد مليون في المية
ناس عندهم تذمر، قال لهم نديكم الاوتيل، داوهم لواحد الساحه تاع الاوتيل، داروا لهم سره لتما، بهذا تقصير من الدوله. بصح يا اخي ما تقولش انا لا لا نخرج نروح نروح، لانك ممكن انت تكون مريض وتعدي معك الناس. وعدوكم بوتيل وحطوكم في خربه، ولا حطوكم في الساحه تاع الاوتيل، الله اعلم. نورمالمون 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 كل شيء عندنا دوله تصلح، دوله دوله قانون ودوله عدل، دوله تخدم الشعب، مش محتاج الشعب الجزائري ينزلوه للجزائر. اسبانيا غير الاوتيلات تاع 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 ولد كيسموه ويحيى، راه من ثم هاي يفرغوهم ويعمروهم ويجهزوهم ويخلوا الشعب الجزائري يقيم فيهم حتى تفوت هذه الازمه، ويوقفوا على الاشراف تاعو، صحه واكل وشرب وتغطيه كامله، واذا انسان مرض يروح يدوه للسبيطار ثم الى يوقفوا معاه، ما يخلوهمش يعاملوه معامله سيئه، ما يخلوهمش مثلا يتخلوا عليه. لو كانت عندنا دوله قانون، لو كانت عندنا دولة تخدم الشعب صح، لو كان الناس اللي نهبوا الأموال وخرجوها لإسبانيا الملايير المليارة، لو كان كل واحد يتبرع بعشرة بالمئة من الأموال تاعو، نبنوا عشرة سبيطارات في إسبانيا للشعب الجزائري اللي قاعد في إسبانيا. الله يحركم يا حكومة الذل. زيد خاوتنا في الترك مساكين طلعوا، لا إله الله محمد رسول الله، ما راح يجيبهم الجزائر ما كانش طيارة، ولا ويخيروا واش يدوا واش يخلوا، واش يدو واش يخلو، كان اللي يدوهم وكان اللي يخلوهم. طلع انسان يقول لهم، قول لهم السفاره ما حبتش تجي، عيطوا للسفاره قال لهم مش الخدمه تاعنا حنا باش نجيو نهضروا مع الشعب، احنا ما نهضروش مع الشعب. شكون؟ قال لهم تاع الجيري هما اللي يهضروا معاهم. تاع الجيري قال لهم ما نجيوش حنايا، قال لهم السفاره دبر راسها، ويرموا فيهم من هذا لهذا، وهما قاعدين هكذاك حاصلين في النص. الترك ولات عيطت للجزائر قالت لهم حنا نبعثوا لكم طياره من عندنا. دولة إقليمية يا دولة إقليمية تاع بصح، دولة الكوكايين، كورونا وكوكايين، لله لا يتربحكم، دخلتوا كوكايين ما صلحت لكمش، فضحكم رب العالمين باش حفاظا على ذاك الشعب المسكين، دخلتوا له كورونا، عيني عينك، باعتراف الرئيس تاعكم يطحى، حنا مش يطلعوا تسبوا يا المرخص، أنت اللي راك الذبابة اللي راك طالع تسب فيا وتشرك على فمك، والله أنت ما يهمش شكون، والله بصبع الأزرق. ما يهمش شكون، انا نسالك سؤال واحد، سؤال واحد، عم دخلوا الكورونا باعتراف الرئيس تاعك، اسكو ريزيرفاو لك سرير اذا مرضت ولا لا لا؟ اسكو ريزيرفاو لك سرير ولا لا لا؟ لا لا، كي تمرض تروح تجري عند الطب اللي كنتو تضربوا فيهم بالعصا، كي خرجوا الطب في المظاهره سيحتوا لهم الدم. اما لاخوتي الطب شوفوا، انا من عندي انا هاك هاك عقليتي، انا هي هاك. كون يجيكم واحد وتعرفوا نتاع الدياراس خلوه يدود، خلوه يطلع فيه الدود هكذاك، خلوه يطلع فيه الدود ما تدوهش. كي يجيكم واحد بوليس وتعرفوه حقار خلوه يدود، هذوك الروم خلوه يدود. تصاوركم راهم عندكم، تصاورهم كم راهم منشورين في الفيسبوك وفي الصفحات وفي اليوتيوب، راهم منشورين المعفرتين هذوك اللي حاسب رواحهم الرجاله. خلي تبوني يداويك، روح لحكومتك تداويك في السبيطارات، هم شبعوكم قزوا على الطبة، هيا وقتكم، ربي عطاكم الفرصة باش تخفوا الثار. على طاك، خليه يدود، خليه يعفن، خليه يحس الحكومة هذه واش وجدت له باش كي يمرض يداوي. باسكو درك حتى لو تروحوا لفرنسا، فرنسا ما تقبلكمش، فرنسا راه عندها أزمة، طليان عندها أزمة، إسبانيا عندها، كل الدول عندهم أزمة. درك كي تمرضوا تعفنوا في الجزائر، دخلوا السبيطارات تاع الجزائر، السبيطارات تاع الجزائر للثم، تعفنوا. باش تفهموا بلي الدولة تاعكم هذه اللي راكم تدافعوا عليها، هذا النظام الفاسد، ها راه خماش في الخماش، بصح العبد يقعد عبد، حتى لو يحطوك في كوري، ها وتتعذب شهرين وتتقيا ويخرج منك الخماش، كي تنوض تبدا تحس، لأنك معفن، طبعكم هكا، خماش معفنين نتوما، نتوما دود الأرض، الله لا يتربحكم، الله لا يتربحكم. المهم خاوتنا، قال لك كورونا هذا على حسب هذاك اللي طلع يهضر، قال لك هذا لقاوه في 2001 بداو مخبر في في في, في فيتنام يخدموا في هذا فيروس كورونا، تلقيحات وتخليطات في بعضهم، كان الغرض منه هو تصنيع القنبله البيولوجيه باش يصنعوا به وسخي. 2001 2003 نقلوا لاشين للصين، للصين، ثم استمرت المشكل. شكون الفرنسيس؟ ما جا منهم حتى خير، من نهار عرفناهم ما جا منهم حتى خير.
ما انك ما على باليش علاش حكومه العار مازالت لاصقه في فرنسا. الله اللي يتربحكم، الله اللي يتربحكم، يطحنا يطحنا يا المرخص. حتى كورونا هما سبب فيها، ولك انتم اوسخ من كورونا، لانكم انتم اللي لاصقين في الوسخ، انتم الوسخ تاع الوسخ تاع الوسخ، موسخين. بون قال لك من 2003 هما عارفين الناس، حتى كي يسموه الدكتور زغلول النجار ربي يحفظه تكلم على هذا الموضوع ان فيروس كورونا موجود من بكري، هو موجود، ماشي حاجه جديده، ماشي حاجه جديده، هو مفتعل، مصنوع، صناعه، صناعه. حطوا ميكروب مع ميكروب، خلطوهم، طلعت لهم هذا الميكروب قاتل قاتل، ينتشر بسرعه. المشكل فيه هو كون يحكم انسان لاباس به ما يموت ما والو، بصح انسان ضعيف ومنه يروح، يروح يموت. انسان عنده ضيق تنفس، انسان عنده مرض القلب، انسان عنده الكلاوي ضعاف، انسان يتمكن منه ينهيه. لكن اخطر شيء في هذا انه ينتشر بسرعه بسرعه، يعني مع بعضها. بارك الله في الشباب الجزائري اللي راحوا ينظفوا، بارك الله فيك، نظفوا. خاصه احنا عندنا ما عندناش طرامات، احنا عندنا ما باليش عندنا، احنا دولة اللي ما تهتمش بالمظاهر النظافة تاع البلاد، الدولة اللي هنا طرام مسخ يديروا له بروسي، مي كيقلعوه كاع، يقلعوه حتى لو كان تاع وزير، ما على بالي مش به، يزيدوا يخرجوا الوزير يرموه برا في الزنقة، يقول له قود توسخنا في الشعب وتمرضنا في الشعب. حاب تخدم تخدم بالقانون، بصح كذلك كاين إجراءات النظافة والصيانة تاع الطرام. حنا شفت ثم الطرام يخرج في الدخان كحل، وهو يمد في الغاز والدخان طالع نورمال، يقول لك خليه يخدم على راهو، يخدم على روحو، هاو يخدم على روحو، يخدم باش يخدم يرهج الناس. بون نظفوا خاوتي في كل بلاصه، بيبان الطياق، نظفوا البلاصه اللي يحكموا فيهم، سيرتو تاع المترو دوك اللي يجوا نازلين يحكموا فيهم نظفوهم، تاع تاع المتروات نظفوهم، تاع لي بوس نظفوهم، تاع طاكسيات نظفوهم، نظف الطوموبيل تاعك امسحها مليح بالبرودوي هذاك باش تعقيم تعقيم تعقيم. والله يبارك فيكم ويجازيكم بالخير. ما كاين حتى الحكومه والله ما كدير حاجه، متعولوا عليها في حتى حاجه، حتى مش الرئيس هذا الخماج المعفن هذا المطحن تاع التلفون قال لك احنا نحافظوا باللي تبقى الاسعار هي هي، هاي طلعت للسماء، هاي طلعت للسماء، ولا الاستغلال عيني عينك. والله ممكن حتى هذوك اللي راهم يبيعوا بالجمله تاعكم انتوما، باسك معظم التجار اللي صنعتوهم انتوما اللي صنعتوهم تاعكم بنعمكم. مص دم الغلبان، مص مص برك، زيدوا مصوا 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 برك، الله يمصكم في الدنيا وفي الاخره. لا اله الا الله محمد رسول الله، ربي يمصكم يا سيدي. المهم اللي لقى هذا الفيروس هذا هو يهودي، يهودي فرنسي ليفي، مرتو وزيرة الصحة الفرنسية، المرأة تاع وزيرة الصحة الفرنسية، وكي هضروا معها اعترفت قالت لهم هذا موجود من قبل، وطلعت حتى في فيديوهات باللي صح هذا الفيروس راه موجود، وهما اللي صنعوه وهما اللي كفاش تنشر. قال لك في خفاش كلاها واحد، المهم هذه حاجة ما ما تخش في الراس. درك معظم الناس يقول لك هما نشروه 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 لغرض ما، الاموال ينشروهم، بعد يلقاو اللقاح، اللقاح العالم كم يشري منهم. علاش محصور بحث على اللقاح غير في فرنسا؟ علاه؟ علاه احنا ما عندناش مخابر؟ قال لك هذاك الدكتور الجزائري لقاه وبعث المخبر في فرنسا. علاش يبعث المخبر في فرنسا؟ وين راحت الدوله الاقليميه؟ يا قلتوا عندنا جامعات وعندنا مخابر ولينا من رواد الفضاء وطلعنا مع على باش الاقزام السبع، مانيش عارف كيفاش تكذبوا واحد الكذب، كذب الكذب طالع منكم الكذب وتنوفيقين، اللي مش حار فيكم انتم كذابين، لان الانسان اذا يدمن الكذب يولي غير يكذب. اي حار في الناس اللي راهم يصدقوا فيكم، الناس اللي راهم يصدقوا فيكم كيفاش عقولكم دايرين؟ كيفاش راكم تخمموا؟ كيفاش واحد يطلع يكذب عليك كذبه زوج ثلاثة تفيق به خلاص، تولي حتى لو يهضر الصح ما تصدقوش، حتى لو يهضر الصح ما تصدقوش لأنه كذاب. 60 سنة وما يكذبوا علينا، 60 سنة ومازال كاين ناس يصدقوا فيهم ويطلعوا يتبهلل يتبهلل ويقول لك إيه الحكومة دارت، واش دارت الحكومة؟ واش دارت 400 سرير، 400 سرير، حتى هذو اللي جابوهم قال لك نحطوهم في الحجر الصحي، حاطين لهم دي بلانكار واحد هذوك تاع اللي طبقوا هذاك السرير كيما هكا ارقدوا في الارض، واحد لهنا واحد ليه واحد ليه واحد ليه واحد ليه، خلاص قال لك راهم في الاوتيل،
ايه اوتيل في الزيمبابوي خير من هذيك البلاصه، اوتيل في الزيمبابوي خير من هذيك البلاصه اللي وشوها الجزائريين بدراهم الجزائريين يا ولاد الكلاب رزقهم نورمالمون. حوايج كيما هكا والله العظيم يعني كون جات دوله تحترم روحها، دوله مدنيه، دوله العدل والقانون، دوله تاع الشعب، صح الجزائريين مش محتاجين حتى يدخلوا في اسبانيا يتعالجوا، في اسبانيا يترعوا، في اسبانيا تجهز لهم اماكن يقعدوا فيها ويتحافظ على الشعب تاعك في اسبانيا وفي فرنسا، تحجزهم كاع مش مشكل اللي مرة تديه وتكفل به في طليان بارتو في كل العالم، في كل العالم. واصلا كي تكون دوله قانون ودوله عداله الجزائريين مش محتاجين باش يخرجوا من الجزائر يقعدوا في بلادهم. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ابا خاوتي اخواتي هذه المعلومات اللي حبيت ما على باليش كيفاش شردوا الجزائريين في كل بلاصه. درك راهم امراض كورونا ودخل دخل 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 ما على باليش، حتى طلع واحد الانسان قال لك راها فاجعه في الجزائر مازالوا ما هضروش عليها برك، قال لك فوق 4000 انسان مضروبين بكورونا. طردت حتى في تمن راس واحد البارح، قال لك تمن راس طهرت كاينه ثم في تمن راس، علاه؟ هذاك اللي في تمن راس كان في العرس في البليده اداها لتمن راس، يعني تنشرت بارتو بارتو بدات تنتشر في كل بلاصه. الله يستر، اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين. المؤمن ما يخافش، والله ماني خايف منها، انا مانيش خايف منها اصلا، نخرج وندخل نورمال ما على باليش، لاني مؤمن بقضاء الله وقدره ما على باليش. بصح باش تنشر مرض كيما ذاك في الجزائر كامله في الشعب، الله لي تربحكم، الله لا يتربحكم والله لا يوفقكم، الله لا يتربحكم والله لا يوفقكم. حكومه عاجزه، عاجزه فعلا، عاجزه على ابسط الامور، حاجه ابسط الامور عاجزه، ابسط الامور عاجزه عليها. بو خاوتي الجزائريين كل مدينه خاصه الاطباء الاحرار، خاصه الناس اللي راهم يعالجوا في هذه الحالات، رحموا على والديكم، طلعوا الاخبار شحال ناس مرضى وشحال موتى. باش كاد والله غير يكذبوا، يكذبوا الحكومه تكذب، ها الحكومه الايرانيه نفس الشيء، يكذبوا كذبوا كذبوا، مع الاخر وزير الصحه تاعهم الوزير الايراني خرج صرح بها، قال لهم 43 حاله كل ساعه، كل ساعه 43 حاله ناس يمرضوا بها يتعداو بها، وكل ساعه تقريبا 3 عباد يموتوا في ايران. هذه في احصائيات في ايران، الإحصائيات تقول لك راه ماتوا أكثر من 6000 بنادم لغاية الآن في العالم كامل، 6000 بنادم هنا وفات 70 73 اليوم صبح 73 بنادم وفوق 2400 وشي حاجة مصاب. بصح هنا مكانش مشكل، هنا عندهم 30000 سرير موجدين، 30000 سرير، وقال لك قليل 30000، قال لك قليل قليل، قال لك ما يكفوش. لهذا قال لك لازم تحافظوا نتوما ثاني تغسلوا يديكم تنظفوا ما تمسش واحد هذا الاحتياطات. تطلع لك في التليفون قدام كل مره، تطلع لك كل دقيقه، تطلع لك كل دقيقه، كل نص ساعه تطلع لك واش لازم دير واش ما لازمش دير، كل نص ساعه تطلع لك على جوجل دايرينها سبيسيال تاع تحذيراتك واش لازم دير واش ما لازمش دير. حنا عندنا 400 سرير خاطي، 400 سرير، وكان اللي قال لك 200، ممكن ينزلوا الناس حطوا لهم السراد وقاعدين كي بلانكار غير هذاك اللي يطب ويتحل هكا الثم. رقدي ارقد 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 15 يوم هنايا، كلبو ما يرقد فيها 15 يوم، من عنده حق يعيط بصح ما لازمش تخرج. يا خويا الجزائري يعني فاهم باللي هذيك ماهيش حالها، بصح حفاظا على ارواح الناس ما تخرجش، اصبر على بالي في اسبانيا لو يعطوك حتى ماطلة برك ترقد تقول معليش تفوت وندخل اسبانيا، فاستحملها راك داخل عند اهلك باش ما تاذيش اهلك. وهذيك المره اللي كانت تعيط انا ما نبيش العقليه كي دايره، كاين عباد ثاني زبل زبل زبل، عقليه بيريمي زبل فاس دين، فلازم نترباو، لازم نترباو ثاني، حنا ثاني لازم نترباو. كاين حوايج بزاف لازم يتبدلوا، كاين حوايج بزاف لازم يتبدلوا، لازم نوعاو، يعود عندنا الوعي نفهموا الامور. بارك الله في الشباب تاع الحراك الواعيين، طلعوا فيديوهات ما شاء الله. انا عنصر من الحراك وما نخرجوش، قال لك ما نخرجوش ننظفوا، نساهموا في تنظيف المدينه ونساهموا في التنظيف هذه، توعيه الشباب ان نخافوا على بعضنا،
طلعوا حتى فيديو من الباكوات ويعيطوا مدنيه مش عسكريه الحي كامل كارتي كامل كل واحد قاعد في داره من هنا حال ينطق ويعيطوا هذا ثاني حراك وهذه ثاني مظاهره مش بشرط لازم تلصقوا في بعضكم بخاطر الله يسلمكم ويبارك فيكم ربي يحفظكم وربي يسترها معكم وربي يستركم والله يحفظ بلادنا ان شاء الله يا ربي وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين والله العظيم غير خوف مش الخوف من ربي سبحانه لكن انها تنتشر بسرعه في الدول العربيه لانهم والله ما موجودين حاجه ما كاينش لا تقول لي لا المغرب لا تونس لا ليبيا لا مصر لا السعوديه لا الكويت ماشي همهم الشعوب كان والو ما موجودين والو ربي يحفظنا ويسترنا ربي يحفظ الامه الاسلاميه يا رب العالمين السلام عليكم خالتي ربي يحفظكم.